الولايات المتحدة يبدو أنها تخسر معركة التكنولوجيا مع الصين، وبالتالي ستخسر واشنطن والدول الغربية عموما التنافس العالمي في المجال البحثي، وفق تقرير معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي. الأرقام مشاهدينا كشفت أن الصين ستقود مستقبل الأبحاث التكنولوجية المهمة في العالم بعد أن قادت 37 من أصل 44 بحثا في قطاعات الدفاع والفضاء والروبوتات والطاقة والبيئة والذكاء الاصطناعي وغيرها من العلوم المهمة. أفضل 10 معاهد بحثية في العالم موجودة في الصين، ويقودها باحثون صينيون، مما يعني أنه على المدى الطويل ستصبح الصين المحرك الأول للتكنولوجيا في العالم، وحتى في التقنيات المستقبلية التي لم توجد بعد. أكثر من ذلك، فنحو 48% من الأوراق البحثية عالية التأثير بشأن محركات الطائرات المتطورة تقودها الصين أيضا حسب التقرير. والإنجاز المدهش لها كان في مجال الصواريخ فرط صوتية في عام 2021، الأمر الذي فاجأ المجتمع الأمريكي والغربي. لا توجد دولة مشاهدين أخرى قريبة من الصين والولايات المتحدة في السباق البحثي، لكن الهند والمملكة المتحدة تتصدران المشهد إذن عن بعد.